اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. من الواضح ان هي هتبقى حلقه مختلفه، من الواضح. ليه؟ هقول لحضراتكم الاول، بس لما اقدم معايا نجوم واساطير كبيره جدا 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 في عالم كره القدم، مش هسمي الانديه لانهم بالفعل ياما استفادت منهم الانديه بتاعتهم، ولكن منتخبنا الوطني استفاد منهم اكتر واكتر واكتر، وبالتالي هقدم الاساطير اللي معايا باساميهم فقط. النجم الكبير كابتن حمدي نوح. ازيك كابتن حمدي؟ ازيك كابتن؟ شرف اسلام، ومنور وسعداء جدا 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 بوجود حضرتك معانا. الله يخليك. انا طبعا بشكرك على الضيافه دي. بالعكس يا كابتن، ده شرف لينا. واتمنى ان يعود الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله معافي، سلام. وربنا يشفيه يا رب بحاجه النبي. لان الناس كلها لما عرفوا ان انا جاي هنا قالوا له النبي قول له ان الناس كتير بتحبه وبيدعوا له ويرجع بالسلامه ان شاء الله. يا رب يرجع بالسلامه. والكابتن مصطفى رياض برضو ربنا يشفيه، وكابتن مجدي كامل، وكابتن جمال عبد العظيم، وكل المرضى ربنا يشفيهم يا رب. طبعا كلهم حبايبنا وكلهم اساطيرنا في كره القدم المصريه. ده النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ مشرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. ربنا يكرمك، انت عامل لنا مفاجاه النهارده جميله كالعاده. يعني بتستضيف لنا نجمين من النجوم الكبار. اما هو انا مش هتكلم النهارده، حضرتك اللي هتتكلم بقى، انت صاحب البيت. حمدي نوح طبعا اخويا وحبيبي وزميلي كمان من الدراسه، خد بالك. لا والله. سيبك بقى من المنتخبات والحاجات دي، يعني طول عمركم مع بعض، يعني عشت عمر سنين. وطبعا جمال سالم طبعا اخويا وحبيبي، ربنا يخليك يا كابتن، من الليبرات اللي كانت جميله اللي كانت بتمتعك. ربنا يكرمك. احنا ثلاثه مدافعين النهارده، بس خليني اقدم النجم الكبير والاسطوره الكبيره كابتن جمال. ازيك كابتن جمال؟ الله يخليك يا كابتن اسلام. ربنا يخليك، مشرف ومنور وسعداء جدا. انا اللي سعيد زي ما قلت لك قبل الهوا ان انا كسبت شفتك النهارده. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا رب يخليك. وسعيد جدا في ضيافتك ومشكور على المقابله والضيافه. ربنا يخليك يا كابتن مصري. يعني كابتن حمدي وكابتن جمال وكابتن ماهر، الحقيقه النهارده حلقه المفروض ان انا ما اتكلمش فيها خالص في وجودها هذه الاساطير الكبيره جدا في عالم كره القدم المصريه، لانه حضراتكم هتسمعوا حاجات النهارده. يعني انا قاعد بسمع الخمس ست دقائق اللي فاتوا دول قاعد بضحك بس الحقيقه، وبنسترجع الذكريات الجميله جدا خلال الفتره اللي فاتت. في البدايه عايز ابدا الاول يا كابتن حمدي بالعلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي، او ما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين لعيبه كل الانديه. والله يعني يمكن الحاجة دي مش جديدة على النادي الأهلي. نعم. في شهر رمضان اللي فات كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه إن شاء الله عمل دعوة. صحيح، برنامج رد الجميل. كانت صحيح. رسالة كابتن الخطيب قدر يقدم رسالة. كابتن علي حسن شحاتة، كابتن علي خليل، كابتن مصطفى رياض، الدكتور حسن مصطفى، يعني اقول مين ولا مين. نعم. فده بيدل على ان النادي الاهلي فعلا بيقدر الناس اللي بيتعامل معاها. ايوه. فكنا سعداء جدا ان احنا بنشوف جميع النجوم. الكابتن محمود الخطيب عامل لهم دعوه. صحيح. وقعدنا بنفطر مع بعض وهي دي، يعني اقصد اقول هي دي الرياضه. مظبوط. هي دي الرياضه اللي هي بتبقى فيها علاقات. ما تعرفش مدى سعادتي ان انا جاي لك نمره واحد. لا يا كابتن، ده شرف ليا. وبعدين اتفاجئت ان الكابتن ماهر صح. انا عاملين مفاجاه كده الحقيقه، عملها فريق الاعداد النهارده بوجود حضراتكم دائما مع بعض يعني. فقالوا لي بقى نعمل كذا، قلت لهم طبعا. ده طول عمره ما بيسيبنيش. لغايه دلوقتي مع بعض في الملعب، منتخب مدارس. وبعدين يمكن كان في كورنر، فانا عارف ان ماهر ماسكني. اوكي. فبتضمي نطلع فوق اعمل كده، مفيش حاجه، مش هتعور. لقيت واحد عمل دبل كيك في مناخيري، تعورت. وقعت. الماتش وقف وكده. وبعدين افتح عيني اقول له يا ماهر، ده كلام يا ماهر. حضرتك بتلعب في المقاولين وكابتن ماهر بيلعب في الاهلي. كان في ملعب المقاولين. حضرتك راس حربه وكابتن ماسكك، كابتن ماهر. ايوه على طول. قال لي يا حمدي مش انا ده الواد الاسود اللي ماشي. محمد عباس. انا كابتن محمد عباس. كان راجع في الكورنر. كان راجع في الكورنر. احنا لقينا حمدي ايه؟ شطيحه. لا والله. كده يا ماهر. كده يا ماهر. قلت له ده مش ماهر، ده بليد. فطلع عباس بقى. فيعني اقصد اقول لحضرتك كابتن ان احنا لعبنا رياضه. والرياضه يعني نمرة واحد فيها ان انت بتعمل علاقات مع كل زمايلك. طبعا.
ما فيش عدوانية بيننا وبين بعض. في اللي بيكسب بنقول له مبروك. فدي الأسس اللي الرياضة قايمة عليها. قايمة عليها. لابد إن إحنا نتعاون في رجوع الأشياء يا رب القديمة دي ترجع تاني في ملاعبنا. موجود حضراتكم النهاردة معانا ونسمع كلام حضرتك وكلام كابتن ماهر وكلام كابتن جمال. لا يعني الشباب اللي قاعد بيتفرج دي برضو اللقطات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها في برنامج رد الجميل السنة اللي فاتت مع النجم الكبير كابتن أسامة حسني ولحظات الحقيقة كابتن محمود هشام يكن كابتن عزت ابو الروس كابتن عزت ابو الروس كابتن طبعا الاسطوره الكبيره كابتن جدا كابتن حسن شحاته كابتن طبعا. حسن شحاته اللي شرفنا جميعا في وجوده في هذا البرنامج كابتن ريعو وكابتن ريعو طبعا وكابتن مصطفى شتا نجم اسكندريه في ناس كابتن مصطفى رياض كابتن ماهر كابتن اسلام في ناس دكتور ما شافتش حسن مصطفى ما شافتش الكابتن حمدي جمعه الناس شافته في رد الجميل شافته في رد الجميل دي صحيح. انا واحد من الناس يمكن بعد ما بطلنا انا وحمدي ما شفتوش شفته في رد الجميل بقيت قاعد سعيد وانا بتفرج والله يا كابتن الفكرة البرنامج كانت الكابتن اسامه حسني جه وقعد مع الاداره وقال لهم كذا كانت فكره رائعه جميله والحقيقه النادي والكابتن فضلوا في ظهر هذا الامر لغايه لما طلعنا بهذا الشكل الحمد لله. خلال 30 يوم بتتعمل في رمضان وان شاء الله الموسم اللي جاي ان شاء الله تبقى موجوده ودايما لان انتم دايما بتشرفونا الحقيقه كابتن ماهر اهم الذكريات بقى اللي كانت بتجمعكم مع بعض بص اسلام زي ما قلت لك كده يعني طبعا البرنامج عمل صدى كبير جدا جدا في أيوة. مصر مزبوط. حتى الناس كلها يمكن كانت بتطلب ان هو ان شاء الله باذن الله احنا على طول بنعيده والله يا كابتن الموسم الجديد عارف ليه يا كابتن معلش انا اسف ان انا هقطعك في هذه الجمله وحضراتكم برضو لان احنا خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه مش عارف اقولها ازاي ولكن ما بنسمعش غير البذاءات وحاجات غريبه جدا بتتقال وحاجات غريبه جدا بتبقى جديده على عالمنا في الرياضه وفي كره القدم تحديدا وبالتالي يا كابتن ماهر لا برنامج زي رد الجميل ده بيعيد قيمه الرياضه في مصر ان لما يبقى الكابتن حمدي والكابتن جمال والكابتن حسن شحاته واساطير كبيره جدا واسماء كبيره جدا في شباب ما يعرفهمش يعرفهم من خلال هذا البرنامج اعتقد ده شيء محترم جدا جدا ويعني طبعا بنحيي طبعا اسره برنامج النادي الاهلي وخصوصا اسامه صاحب الفكره الجميله ديت والمسانده اللي كانت من الكابتن محمود الخطيب عايز اقول لك حاجه اسلام اتفضل يا كابتن قبل ما هتكلم بقى على يعني العشره اللي بيني وبين حمدي نوح اللي هي اكتر من 40 سنه يمكن عايز اقول لك ان البرنامج كمان قرب جميع الاجواء وجميع النجوم من بعض ودي كانت حياتنا صحيح حياتنا خد بالك واحنا موجودين في الملعب يعني ما كانش صحيح. فيه زمالك واهلي لا كان كل دول منتخب مصر وزمايل واخوات مع بعض يعني صحيح. انا عايز اقول لك مثلا من ضمن الحاجات اللي في معسكر المنتخب القومي تلاقيني انا وحمدي نوح ومسعد نور الله يرحمه موجودين في اوضه واحده يعني بص العلاقه اللي بيننا وبين بعض عايز اقول لك ان حمدي علاقتي بيه من ايام الدراسه انت عارف يا اسلام زمان كان في دوري المدارس ايوه صح فكان منطقه القاهره مع الجيزه يا جمال واو وكان منطقه القاهره كانت بتكسب على طول ورحنا رايحين اسكندريه بقى هنلعب مع اسكندريه ومع الصعيد على اللي يكسب ياخد بطوله الجمهوريه احنا طبعا كانت مشكلتنا ما عندناش حد يخلصنا في الحته اللي قدامنا فطبعا احنا كنا عاملين طبعا نسينا حمدي حمدي نوح نسيناه يعني احنا رحنا سافرنا وعسكرنا في فاكر حمدي انت في سان مارك باين في سان مارك ونسينا حمدي يا نهار ابيض فاضطر طبعا المشرف المشرف طبعا بعت واحد كان عماد عم مؤمن ده صاحبنا الثالث دوت ونزل جاب حمدي وجه طبعا احنا كان بالنسبه لنا طبعا يعني كنا قلقانين جدا هنلعب ازاي من غير حمدي فلما وصل حمدي طبعا ما عندكش فكره الفرحه ومع ذلك يا كابتن كانت المباريات اللي بتلعبوها حضرتك كنت دايما بتبقى ماسك كابتن حمدي في مباريات اهلي ومقاولين بالظبط يعني المدارس مع بعض احنا مدرسه كان منتخب مع بعض لكن مباريات بقى الدوري بيننا وبين المقاولين طبعا انت بتلعب على واحد يعني مش عشان هو موجود من اخطر الفراود اللي ممكن تشوفها اسلام في تاريخ الكره المصريه يعني حاجه اولا العاب الهوا حدث ولا حرج حته الستايل حته المهاره حته التصويب حته المراوغه يعني حمدي كان من المهاجمين اللي هم بيجمعوا كل المواصفات اللي ممكن تتخيلها يعني مره من المرات واحنا بنلعب في منتخب مصر يا جمال كان التمرين في النادي الاهلي فحمدي جاب جول عالمي
في التمرين في 5000 واحد. فطبعا الناس قعدت تسقف وتحيي حمدي. فقال لي يا عم ماهر انا عايز اقول لك حاجه، الجول ده بجيبه في المقاولين على طول، بس مع الاسف في طوب يعني مدرجات خاليه من الجماهير، يعني فرق الجماهيريه طبعا، فمحدش بيحسسني بالمتعه دي. فالنادي الاهلي حاجه 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 كبيره، حاجه كبيره جدا. قول الجماهير عملت ايه؟ حسستني بقيمتي كراجل مهاجم على اعلى مستوى حقيقي. كابتن جمال، حضرتك كنت بتكلمني على موضوع هدف مباراه الكابتن خطيب مع المقاولين العرب في افريقيا. احكي لنا القصه دي، لان قصه لطيفه جدا. والله يا كابتن هي قصه جميله. اولا يعني تعليقا على كلام الكابتن، والكابتن احنا كنا اخوات في الملعب. زي ما اتفقنا انا وانت قبل الهوا. صح. ممكن اتنين ينطوا جنب، ما حدش فينا بيتعور. ما حدش فينا بيتختش. ما حدش بيقع والدكاتره بتنزل. الامور اختلفت دلوقتي. الامور اختلفت، وسبحان الله اي اتنين ينطوا لازم يقعوا. اللي حاجبه اتفتح، اللي راسه اتفتحت، ما فيش الكلام ده. كان كل هي الميزه زمان كنا بنخاف على بعض. كنا بنخاف يعني جامد على بعض. يعني اجي انط، اجي اعمل اهو الجول اهو يا كابتن ماشي. الجول اهو. احكي لك بقى انا قصه الجول ده يا كابتن، لان انا عشتها. انا والبيبو ومحمد عامر. كابتن محمد عامر كان معانا ضيف امبارح الحقيقه. انا ومحمد عامر والبيبو. المهم يا كابتن، باقي ثواني. لا اتفضل براحتك. باقي ثواني على ثواني على الماتش، على الشوط. الشوط الاولاني. اوكي. المهم كرة استلمها عامر من الشمال. ده جون التعادل بتاعنا ناصر محمد. المهم يا كابتن اسلام، عامر استلم وراح داخل بيها على ال 18. هتم الاول يا سمير ونعمل هدف. قبله رضوان راح. اهو يا كابتن اهو. ده كابتن عامر، محمد عامر. ده رضوان اللي وقع. رضوان جه خدها من محمد عامر، وقع. قبله علاء عبد الحفيظ. انا متريق ومستني بعد علاء على طول. فالمهم عشان تقع. لا انا مستني بقى عشان انا متيم الكوره هطلعها ايه كورنر. حلو. فالمهم سبته كمان يعني عدى كمان من هنا من رضوان. حلو. وعدي علاء عبد الحفيظ. انا بقى كابتن اسلام اهو، بص خرجت انا بره الجون اهو. انا اللي بره الجون ده على اساس احطها كورنر. حلو. يعني معانا عامر هيلعبها خلاص بقى. احنا كابتن زمان يا كابتن، وانت يمكن كابتن ماهر كده عارفين، بنلعب بدماغنا. بدماغك وصح. قبل مخير يعني. بنلعب بدماغنا قبل رجلينا. فالمهم انا اهو بص يا كابتن، انا خرجت بره الجون اهو. انا اللي بره الجون ده عايز احطها كورنر. فعامر انا قلت هيلعبها ببطن رجله زي مصطفى عبده كده. فتاخدها اروح اعملها كورنر. مش هاخدها ولا هاخد ولا هعمل، هحطها كورنر. كورنر على طول. لا انا بره الجون. انا بره الجون خلاص. صحيح. فراحت انبسط انبساط جامد قوي بالجول. هقول لك السبب ايه يا حمدي. فراحت بس بعد ما دي خلص. فراحت يا كابتن اسلام لابسه في وش رجل عامر. وانا رايح اقفل وهحطها كورنر، لقيتها على شمالي. وانا عندي الشمال مش شغاله خالص. فالمهم راحت جايه على شمالي، بعمل كده لقيت البيبو راح عاملها كده. جه الجول. لقيت الخطيب عمل سبرنت جامد جدا فوق ما تتخيل. عايز الحق انا كان شكله فرحان قوي قوي. أيوة. المهم جري لحد نص الملعب، قابله طاهر ابو زيد وقابله حشيش وخدهم في حضن. المهم خلص الشوط 1-0. حلو. جينا الشوط الثاني اول 10 دقائق 12 دقيقه راح العصفوره الله يرحمه جاب التعادل. ناصر محمد كابتن ناصر محمد الله يرحمه راح جاب التعادل يا كابتن. وخلاص بقى الماتش 7-8 دقايق. والبيبو وقع على ال 18 بتاعه. خبط وقع. انا رحت انا اتخضيت. انا رحت جاري فيها كابتن قال لي لا ما فيش. لما بص لي كده قلت له تصدق بالله يا بيبو انت جبت جول وجريت سبرنت ما جريته وانت بتلعب. قال لي يا عم روح ده وقته والله. وضحكنا وهزرنا وشوفوا الماتش ماشي ازاي. وضحكنا وهزرنا لقيته قام. قلت له في حاجه يا كابتن؟ قال لا. روح خارج ونزل بقى زكريا. بوريك مدى الحب والاحترام المتبادل بيننا وبين بعضينا. يعني بتهزروا وبتعملوا مع ذلك في الماتش كله وبنضحك. ده انا هحكي لك واقعه بس بعد هحكي لك على واقعه كمان بعد. بس انا عايز اسال كابتن ماهر لانه السبب الجريه دي ايه؟ الفرحه دي. كابتن كان فرحان جدا قوي المباراه. كان بيل انطوان صرح ان صعب الخطيب بيهز شباكي في المباراه دي. فكان في تحدي. فطبعا الخطه بتاعت الخطيب الجول العالمي اللي سجله في كان اول جون يجيبه. الفرحه بقى الفرحه بقى خليته طبعا ضرب السبرنت لحد السنت جامد ده من بره للسنت. نفس الوقت هو طبعا رد فعله
ان التصريح اللي حصل من بيل انطوان ان صعب ان الخطيب يجيب فيه جول في المباراه الجايه. فهو هنا بيأكد بيرد يعني. طبعا طبعا انت لعبت نهائي الكاس صح؟ نهائي الكاس 1-1 واحنا الكاس بتاع البلينات بتاع ضربات الجزاء كان ماهرو مصطفى فبيأكد بقى طبعا كان ماهرو مصطفى بيأكد ان هو قدر. طب انا هوري لحضراتكم جون عالمي ما بيجيش في اوروبا ورينا كده. هو هيكون جون المرسى التونسي اهو. ده مين ده اللي جابه؟ ده جاي من طنطا ده ولا ايه يا جماعه الجون ده؟ ده لو جه دلوقتي يا كابتن حمدي، كابتن حمدي نوح طبعا هو اللي جايب الجون ده في الزمالك ماتش الزمالك، ده ياخد جايزه بوشكاش بتاعه اوروبا. والله يا كابتن بتاعه الفيفا. يمكن اليوم ده او الكوره دي بالذات انا مش شايف الكوره يا كابتن اسلام. الكوره جايه، الكوره جايه كده اسماعيل توتو عمل اوفر كده، وانا خايف من السيرد باك اللي ماسكني كان سعيد الجدية افتكر، اسماعيل يوسف وسعيد الجدية فانا مش عايز امد رجلي قوي انا عايز الحق الكره وهي في الهواء فوق. صعب بس مش شايفها ساعه ما هتيجي في رجلي غمضت وقلت يا رب. لا والله والله تاني يوم رحت النادي خالد القماش وعماد وكده يقول لي بص يا كابتن احنا هنرفعها لك واعملها تاني. قال لهم لا هي مره في الدايره. بس النهارده حمدي دي جواله يا اسلام خد بالك يعني حمدي طبعا مشهور بالحاجات دي بصراحه يعني مش اول مره، مش ولدت الصدفه دي دي الاجوال ديت دي ده ستايل. انا دايما كنت احب يعني العب الحاجات الفري ستايل. انا هفكره بجون يا كابتن برضو حمدي لما راح الاسماعيلي اول ما يعني هو الخواجه مايكل حمدي قال له انا همشي فقال له هتمشي ليه يا حمدي؟ قال له انا لعبت شويه 4 سنين في المقاولين 5 سنين ما حدش لا سقف لي ولا غنى لي انا عايز اروح الاسماعيليه الناس تغني لي وتسقف لي. قال له روح مشي. اول ماتش يا كابتن بنلعب بالليل اسماعيلي ومقاولين والله يا كابتن عشان حمدي قاعد واترفع اوفر الله يرحمك يا حازم الصاوي الصاوي كان فاول لا 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 ده مشي حازم وعدى من زمزم وراح عامل اوفر رحت انت عاملها كده ورحت حاططها كده وجريت على مايكل اللي جريت فيها على مايكل ايوه راح عاملها كده كابتن اسلام على صدره ماتت على صدره وراح عاملها هي اتفت مني انا يعني عدت مني انا يعني انا طلعت جنب ما لحقتهاش راح عاملها كده ببص ورا لقيت حمدي منوتها على صدره وراح عاملها جري على مايكل قال له انا حمدي نوح والله انا بقول لك بفكره قال له انا حمدي نوح الاسماعيليه كابتن حمدي في اسماعيليه كانوا بيغنوا لك ايه بقى حمدي يا حمدي يا ابو الله 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 هم الاهلاويه كلهم كده ولا ليه يا كابتن ولا حافظين كل حاجه هو فعلا يعني انا لما لعبت في المقاولين مع جمال وسعيد ومجدي مصطفى وزمزم وناصر الله يرحمه وعبوده وعلاء نبيل ونبيل ابراهيم ايه الاسماء دي بسم الله ما شاء الله نبيل ابراهيم يعني ومجدي درويش وعبد الرازق يا كابتن الصوره دي كنا بره باين ده في الاستاد القاهره استاد القاهره استاد القاهره قبل ما نلعب الماتش فزي ما كان الكابتن لما رحت اسماعيليه انا رحت اسماعيليه وما كنتش عايز اروح اسماعيليه كنتش عايز تروح النادي الاسماعيلي لكن المدرب طبعا نادي كبير وكل حاجه بس انت نفسيا يعني مش عايز مايكل ايفرت كان مدرب انجليزي وبيحب يعمل هو كل حاجه وياخد هو السكسيلي هو فعايز يخلي اللعيبه دي كلها زي الاله بالظبط يتعامل معانا بالاله كره هنا علي شحاته اعمل اوفر للراس الحربه والراس الحربه يجي دي العبوده وعبوده روح اعمل اوفر لنبيل ابراهيم شغل يعني انا ما بحبوش ايوه كنا نلعب كده شغل انا ما بحبوش انت عايز يعني الشغل انا عايز استفاد وعايز اسجل واكسب عايز اجيب اجوان ايوه فبروح من اقصر الطرق لكن مايكل عايز واحد راس حربة رايح كده وكده يرجع كده مين مش انا ما اقدرش الكلام ده فالمهم رحت بيني وبين نادي المقاولين العرب 10 دقايق بالبيت مدينة نصر المقاولين العرب 10 دقايق بعد كده بقيت اروح اسماعيلية كل يوم؟ رايح راجع؟ فكانت عملية مزعجة جدا لكن قصاد اللي الكابتن ماهر بيتكلم فيه الجماهير طبعا فرق كبير انت حضرتك طبعا لعبت في نادي الاسماعيلي جماهير انا بعد الماتش يقولي ناس يقولوا لي على كل حاجه عملتها صحيح
محمد صلاح ابو جريشه جماهير جميله ورائعه الحقيقه. جماهير يا كابتن تخليك تطلع كوره. صحيح صحيح. يقولوا احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين نستمتع. صحيح. وبعدين كان بيلعب عماد سليمان، الله، خالد القماش، الله، محمد حازم، علي يونس، الله، طارق الصاوي، حماد فكر الصغير، يا نهار ابيض، محمود حسن، حماد الرومي طبعا، بسم الله ما شاء الله، إيه علي يونس، كل جيل يا كابتن ماهر كان ما شاء الله في الاهلي اسماء عظيمه، في المقاولين اسماء عظيمه، في الاسماعيلي اسماء عظيمه، في الزمالك اسماء عظيمه جدا. طبعا طبعا ابراهيم يوسف يعني الثالث بتاع كباتن ابراهيم الله يرحمه، حاجه يعني فعلا الحمد لله. غزال. وبعدين جهاني رمزي بعد كابتن هاني رمزي بعد كده نفس الستايل، واخد بالك، فكانت لعيبه ليها قيمه، يعني لعيبه ليها قيمه بتلعب الكوره. عمري ما شفت ماهر بيضرب حد او بيخش. اما لسه بنتكلم انه كابتن. انا بدعو الشباب يا جماعه اللي ما اتفرجش على هذه الاسماء، من فضل حضراتكم خشوا على اليوتيوب واكتبوا الاسماء اللي احنا اللي حضراتكم سمعتوها، كابتن حمدي وكابتن جمال وكابتن ماهر وكابتن خالد القماش وكابتن طارق الصاوي وكابتن خطيب وكابتن وكابتن، اسمعوا وشوفوا الناس دي الكلام اللي احنا بنقول. انا شفت لحقت شويه من هذه الاسماء العظيمه والاساطير الكبيره جدا يعني، فمن فضل حضراتكم خشوا وشوفوا يعني، تعرفوا ان احنا كان عندنا لعيبه وما زال يعني، وسيظل دائما مصر مليئه بلاعبيها ولاعبتها واساطيرها الكبار جدا، ولكن في النهايه اسماء مهمه جدا 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 بالنسبه للجماهير يا كابتن. انا عايز اقول لك ان انا كان يوم الثلاث بصراحه يعني النهارده زي النهارده وهنلعب الجمعه، انت عارف احنا كنا يعني زي دلوقتي كل ثلاث ايام، لا احنا كنا كان اسبوع كامل يعني. فتخيل اسلام ان انا من يوم الثلاث بقعد افكر على انام واحلم بالنجم اللي حلم عليه. يعني حمدي نوح، طب حمدي نوح، طب حامل معاه ايه؟ واخد بالك؟ طب اقطع قبل ما تجيله ولا استنى؟ على الرغم من هو كان صاحبك جدا جدا، لكن انا طبعا عارف امكانياته وعارف ان الغلطه السرحان دقيقه هجيب من جوه. لان بصراحه كابتن مصطفى يونس كان عنده كابتن مين؟ مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس كان ياخد الكره بعد ما يقطعها يزقها قدامه 2-3 متر ويبص قدام، كانت عنده دي كابتن مصطفى، كانت تبقى الكره طويله شويه يستلمها ويبص، لا يزقها ويبص لقدام زي بيكن باور، بيقلد بيكن باور. اوكي. فانا قاعد مع اصحابي قلت لهم بصوا مصطفى يونس ده انا لازم اخلص على مصطفى يونس. راح خد منه الكوره صح؟ قالوا لي ازاي وبتاع، قلت لهم بصوا بيزق الكوره ويروح باصص، انا هخطف واروح على ثابت واحط الكوره جوه وارجع ابطل مصطفى يونس. ماتش الكاس ده، ماتش الكاس، نهائي الكاس. المهم حصل كده يا كابتن بالظبط، مصطفى شالها. ايوه مصطفى بيعمل كده، وانا رحت جاي خطفتها وجريت، لقيت مصطفى جاي ورايا وماهر جاي ورايا كده، حتى عندي صوره نفس الحكايه. فانا دخلت على خط ال 18. فانا قلت ايه؟ وشايف ثابت طالع. تمام. فقلت احط وش رجلي في المقص الشمال. الحمد لله يعني ربنا وفقه ثابت البطل. كان هنبقى 2-0 يا كابتن. كنا هنبقى 2-0. محتاج الماتش ده. كنا كسبانين 1-0. ثابت اليوم ده نهائي الكاس ده كان محتاج الماتش. حضرتك راح عامل ايه ثابت؟ عمل كده. جت في ايده. الكرة راحت خابطة في ايده هنا. طلع بره. وعدت من فوق العارضة. فخلصت الماتش وبتاع وبعدين قابلت ثابت. لا خسرنا بضربات الجزاء. خسرنا بقى ضربات الجزاء. قابلت ثابت الله يرحمه، اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي ما كانش فيها ميه. الميه قطعه فجم يستحموا عندنا. والله ايوه صح. دخل معايا ثابت وبعدين قلت له مبروك يا ثابت، تصدق بالله يا ثابت؟ قال لي يا حمد. قلت له انا متضايق قوي 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 بس انا مبسوط عشانك. لا والله كابتن كان محتاج المباراه. هو قال لي صح. طب قبل بس ما اسمع من الكابتن ماهر ومن الكابتن جمال، انا دلوقتي كابتن اسامه حسني طبعا لسه باعت لي بيسلم عليكم جدا 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 وبيشكركم طبعا على الكلام الجميل ده،
وبيقول لك يا كابتن حمدي احنا ده مطلب جماهيري بقى عايزين خلاص. عايزينك تغني حمدي يا حمدي يا ابو العين السود يا حمدي. طب عايز ملحن. انا تارارارا يعني ثلاثة ديفنس وفيرود وملحن. خلي بالك انت مش هتعرف تعدي ثلاثة. يلا يا كابتن محوطين. لا انا هقول لك حاجة تاني. هنلعب النهائي نهائي الكاس. طب قبل نهائي الكاس هتغني لنا ولا لا؟ بعديها بعد نهائي الكاس. اوكي اتفضل. فروحنا نصلي نروح السيدة نفيسة. السيدة نفيسة تمام. انا ومعايا اولا اولا السوداني 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 نص الملعب حكاية. المهم ايه خلصت لا احنا رايحين بنركن العربية الاقي مين جنبي؟ مين؟ محمود الخطيب. فعلا؟ كنا كلنا بنزور هو هو بيزور راجع يركب عربيته وانا ركنت جنبه. فنزلت يا بيبو اتفاجئت طبعا ان بيبو موجود. معرفتش اقول له يا ماهر. قلت له بيبو بكره هنكسركم. بص لي بيبو كده قال لي ان شاء الله بتاع. روحنا تاني يوم اتدغدغنا ومشينا كسرنا ضربات الجزاء. انت عارف انا عشان ما يهربش مني بس بلعب عليه على طول. واخد بالك انت مراقب على طول يعني. بص تعليقاته بقى يا رب استر احنا مهاجمين كوره مثلا هو واقف جنبي هو واقف جنبي سامعه انا بقى الخطيب مثلا استلمها وهو اول ما الخطيب بيستلمها هو بتطلع منه بقى تلقائيه كده يا رب استر يا رب استر طبعا ما مش عايز يتغير صح يعني من ضمن التعليقات اللي كنت بسمعها طبعا من غير هو وطبعا والنجوم الكبار يعني النجوم الكبار خايفين وقلقانين مش عايزين يخسروا وبعدين حاسس بقى ان الكره هتروح للخطيب عارف ان الكره دي يعني مش هتعدي اليوم ده فرص كتير هيقدر يجيبها فتعليقات جميله يعني انا سامعه طبعا بس غني لنا الاول عشان نروح لكابتن جمال غني بقى كان مولين واسماعيلي غني مولين واسماعيلي لما غنوا لك في الدرجه الثانيه في الاسماعيليه ففعلا لما رحت الاسماعيليه لقيت الجماهير ايوه جماهير زواقه حتى محسن عبد المسيح حبيبي كابتن محسن عبد المسيح نجم كبير قال لي حمدي يا كابتن حمدي انت خدت الجمهور مننا والله قلت له محسن خدت كانوا بيغنوا لك ايه بقى انت عايز برضو الاغنيه حمدي يا حمدي يا ابو العيون يا سود يا حمدي حمدي اول ما انزل يا كابتن اسمع الكلام ده تلاقي ايه تلاقيني كده مش ما بقتش طبيعي والله وبعدين محمد صلاح ابو جريشه كان قاعد في المدرج درجه ثالثه فقال لي كابتن حمدي كان دايما وانا قاعد في درجه ثالثه في واحد واقف ورايا عمال يكلمك وانت في الملعب يقول لك يا حمدي تعالى كده شويه طب انزل شويه طب روح كده شويه قال لي مره الكوره جات لك وبتعمل كده راح شايط في ظهري. كابتن جمال الحكاوي الجميله اللي بنسمعها من حضراتكم دي اعتقد ان هي لو في شباب قاعدين بيتفرجوا علينا هيبقوا بيعلموا تماما ان كره القدم زمان تغيرت عن دلوقتي بشكل كبير جدا. طبعا اللي اتغير يا كابتن كمان الحاجه اللي الواحد الشباب لازم تعرفها دلوقتي. احنا السبب الرئيسي في مكسبنا افريقيا ورا بعض جمهور مصر العظيم لازم ياخد حقه. طبعا. يعني يا كابتن من ضمن الحاجات الجميله اللي لازم تتذكر في برنامجك ده جمهور مصر اللي وقف ورانا في المولى العرب لغايه ما خدنا كاس افريقيا الاول والثاني. ايوه. هو الجمهور. ما طبعا يا كابتن ما هو ما تزعلش مني وبدون جمهور هتعرف تكسب كاس افريقيا كمان. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن يعني احنا لعبنا تحت ضغط 100,000 و80,000 و70,000 وفي افريقيا لما جينا مصر يا كابتن نلعب الماتش العوده بنلاقي المدرج فل. بالامانه زادت برضو علينا الحاجه دي او ما قلقناش منها من ماتشات يا ماهر الاهلي والزمالك لما الملعب بيبقى مليان دلوقتي انا بشفق على اللعيبه دلوقتي اللي بتلعب من غير جمهور صح لما صح بتيجي تلعبها تحت ضغط في افريقيا في دوري بتلاقيهم يا كابتن مش عارفين يعملوا ايه. الحاجه الثانيه واللي انا برضو حابب اسيرها في برنامجك الطيب دوت احنا طلعنا يا كابتن اسلام 78 دوري ممتاز ثلاث سنين ورحنا كابتن حمدي واخدين افريقيا والدوري ايوه
ورحنا واخدين افريقيا والدوري. لما خدنا افريقيا خدناها قبل ما ناخد الدوري. ايوه يعني احنا خدنا افريقيا 3-12 82 31-5 83 خدنا الدوري. دي الفرقه العظيمه. بص الجمهور وهو عامل ازاي. ده ماتش كابتن، ده ماتش النادي الاهلي بتاع الدوري. ده بتاع الدوري؟ اه ده بتاع الدوري. ده بتاع الدوري يا كابتن. ده انا فاكر يا كابتن. شوف الملعب يا كابتن. طبعا ربنا يديك. ده ماتش يعني ده ماتش النادي المقاول. ده الجمهور ده يا كابتن كان يحمسك على الرغم ان هو ضدك ولكن كان بيحمسك. كابتن احنا بننزل نلعب عشان الناس دي يا كابتن. احنا كنا بننزل نلعب يا كابتن اسلام عشان خاطر نمتع الناس دي. دلوقتي يا كابتن مفيش شياكه يعني. يعني احنا نبيل عمار، عبوده، جمال، انطوان. فالمهم يا كابتن اسلام انا بقول لحضرتك احنا وصلنا للي احنا فيه ده بسبب جمهور مصر العظيم. طبعا للامانه. طبعا الحاجة التانية يا كابتن. انا يمكن ناديت في كذا حلقة وفي كذا قناة عايزين نشوف يا كابتن اسلام مقاولين عرب جديد. يعني انا من خلال برنامج بقول تاني عايزين يا كابتن ماهر نشوف صح. دي فرقة المقاول العرب يا كابتن سنة 79. دي يا كابتن فرقة المقاول العرب سنة 79. يعني ما شاء الله لعيبة كانت فطاحل معانا. حمدي سكلة. كابتن حمدي نوح. بص واقف في النص اهو. والوحش كابتن اطول واحد. ما باين انت كابتن. كنت هتقول في النص يا كابتن. المهم يا كابتن اسلام كنت حابب ان انا اتكلم واتكلمت وربنا كرمني ان انا اقولها في برنامجك. اتفضل يا كابتن. عايزين نشوف مقاولين عرب جديد. تمام. الامكانيات المدككه الوقت والنجوم عايزين نشوف مقاولين عرب ولا انت مش معايا ماشي؟ معاك. نشوف مقاولين عرب جديد. في مدرب كويس كابتن شوقي غريب. لا انا مش بدور على النادي عندنا. امال على ايه؟ مش بتكلم على النادي عندنا. بتكلم على انا بتكلم على ان احنا لما طلعنا مقاولين عرب خدنا افريقيا وخدنا الدوري. عايز تشوف بقى عايزين نشوف مقاولين عرب جديد. الامكانيات والنجوم المدككه في الفرق. مع احنا كنا كابتن 18 لعيب 22 لعيب مع الخواجه. ال 22 لعيب دول يا كابتن خلاص مستر مايكل ركز عليهم خدنا معاه 4 بطولات ورا بعض ماشي. النهارده الامكانيات يا كابتن اللي موجوده وصلتك رسالتي؟ طبعا الامكانيات طبعًا. الموجوده والنجوم يا كابتن حمدي الموجوده عايزين نشوف مقاولين عرب جديد بياخد افريقيا زينا بياخد دوري زينا. يعني انا مش عايز اسمي انديه بس خلاص دلوقتي في انديه يا كابتن في سيراميكا في فاركو في بيراميدز في ايه تاني يا كابتن في الشركات انديه شركات معاها فلوس في ام بي عايزين نشوف مقاولين عرب جديد. ادي الرساله انا مش بكلم على نادي عندنا لا انا كجمال سالم عايز اشوف مقاولين عرب جديد بياخد دوري وبياخد افريقيا وبيلعب نهائي. كابتن احنا من 82 ل 85 خرجنا من افريقيا الاهلي دخلنا افريقيا والاهلي اللي خرجنا من افريقيا. يعني الاهلي هو السبب في دخولنا افريقيا. ماتش الكاس. بالظبط. ماتش الكاس. الاهلي خد دوري وكاس احنا دخلنا تاني يا كابتن اسلام. 84 طول عمرك خرجنا من الكاس. ماتش 0-0 وماتش 1-1. يعني شوف سبحان الله الاهلي اللي دخلنا والاهلي اللي خرجنا. فبرضه يا كابتن انا عايز اوصل برضه رساله. اتفضل. للاعيبه الكوره. يا جماعه انتوا بتلعبوا كوره بتمتعوا الناس. ما تعوروش بعضيكوا، انتوا بتعوروا بعض، مش بتلعبوا مع بعض. انا لسه بتكلم مع حضرتك قبل الهوا، ما فيش اتنين زمان كنا بنطلع جامب ماهر. دي قد تكون حماسه اكتر يا كابتن بتاع كابتن انا دلوقتي كل اتنين بينطوا يا كابتن اسلام بيقع والدكاتره بتنزل والعلاج ينزل، ليه؟ عشان الدكاتره تشتغل. لا يعني يا كابتن انا بدور يعني احنا زمان يا كابتن اسلام ما كناش بنعور بعض بنخاف على بعض. لا كابتن الفارق كبير جدا جدا في كل شيء. زمان كانت دلوقتي الامور مختلفه. دلوقتي السوشيال ميديا خلي بالك مغيره حياه كل حد وكل الله ينور عليك. خلي بال حضرتك ده موضوع مهم جدا لكن خليني اطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل ارجع اكمل هذه الذكريات الجميله جدا ولكن بروح لكابتن ماهر شويه. الاجوان اللي بيجيبها دي وهو مدافع انا مش عارف بيعملها ازاي بس ماشي. فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن ماهر كان مدافع انيق بيعمل كل حاجه ولكن في نفس الوقت كنت بتجيب اجوال. هو طبعا اجوال مش يعني قليله يعني جول واحد يمكن في كاس مصر في دور الثمانيه ضد السكه حديد و سمير بقى بيجيب لنا يعني كورنر واتعمل صفر اوفر
لا ده من الناحيه الثانيه بقى اسلام ده ده لو تفتكر حمدي ده منتخب مصر افتكر لا ده النادي الاهلي ده النادي الاهلي النادي الاهلي ده جمال عبد الحميد جمال كان نفس الستايل بتاع شبه بالظبط فالنهارده كانت الناس طيب. الناس كانت بتلخبط بينكم لخبط بينكم انا اقول لغايه دلوقتي بنتلخبط بينكم طيب كابتن حمدي كان مين دايما اللي بيقول لك خدته من الجمهور هناك محسن بن سيح والله اشمعنا بقى كنا بنرجع سوا من اسماعيليه على القاهره فقال لي يا كابتن حمدي دي انت جيت لغيتنا خالص هو كان اصغر ولا اكبر منكم لا كان معانا كان يعني بس هو جيل اصغر أساسي. يعني ولا جيل لا اصغر سنا لكن كان لعيب اساسي محسن لعيب كبير كابتن محسن طبعا نجم حاجه جميله يا كابتن محسن ازاي حضرتك الله 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 اهلا كابتن اسلام ازيك يا كابتن اخبار حضرتك ايه ربنا يخليك كله تمام بخير الحمد لله كابتن حمدي نوح بيسلم على حضرتك كابتن جمال بيسلم على حضرتك كابتن ماهر بيسلم على حضرتك لو شايف الحلقه يعني تحياتي على الاستاذه الجميله كابتن حمدي وكابتن ماهر همام وكابتن جمال طبعا من يعني عباقره الجيل بتاعنا الثمانينات الحقيقه كابتن قول له انت الباك ليفت الرابع بقى دلوقتي ايوه كده احنا كابتن اربعه خلاص منور يا كابتن محسن والحقيقه سعداء جدا بوجود حضرتك معانا والنهارده الحلقه كلها الحقيقه يعني ذكريات جميله جدا فكابتن حمدي قال للكابتن محسن يعني يعني واحد من الناس المحترمه جدا واللي دايما بنتقابل خلال الفتره الاخيره اهم الذكريات برضو والايام الجميله دي يا كابتن لانه زي ما حضرتك عارف احنا بنحاول نقرب الناس كلها من بعض النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ونادي المقاولين والترسانه وكل الانديه الجماهيريه لانه في النهايه بكل احترام وبكل ادب كلهم الحقيقه كل واحد فيكم له فضل كبير جدا جدا في ناديه الجماهيري اللي هو بيلعب فيه. الحقيقه يعني احنا نعتبر محظوظين سواء كابتن حمد او انا او اي حد بتاعنا جيل الثمانينات اواخر السبعينات أيوة. لان احنا كنا جيل الحقيقه يعني مميز كنا بنلعب كوره جميله كنا بنمتع كنا متوحد ونمتع جمهورنا نعم لدرجه الاسلام ان احنا لما كنا بنتفرج من الاهلي او من الزمالك الجمهور ما كانش بيزعل صحيح. وكان بيحيينا بعد المباراه لان احنا امتعناه كوره الحقيقه وطبعا عندك يعني سفر افريقيا طبعا كابتن تمام دول كان خط الدفاع بتاع النادي الاهلي ده يعني حصن منيع الحقيقه صعب ان احنا كنا بنخترقه وكان بيبقى ماتشاتنا يعني صعبه جدا مع النادي الاهلي الحقيقه وزي ما انا سمعت كابتن جمال سليم هو بيقول سنه 84 النادي الاهلي دخلنا وخرجنا احنا حصل كده في 85 كاس مصر احنا طلعنا 1-0 نهائي مع النادي الاهلي كسبنا وكان ماتش غريب جدا يعني اوقات يعني اياميها كنت تسال رجل الشارع حتى الاهلاوي يقول لا النادي الاسماعيلي ربنا يستر لان احنا كنا في المستوى بتاعنا للاسف دي حقيقة ربنا ما كانش يعني وفقنا الحقيقه وقدرنا ان احنا نخش بطوله افريقيا وبرده خرجنا تعادلنا 6-6 مع النادي الاهلي في استاد القاهره وتعادلنا 1-1 في ماتش غريب جدا جدا يعني النادي الاهلي كان مش ممكن ان هو كان يخرج بنقطه من عندنا لدرجه ان هو بعد ما تعادلوا معانا جالنا بينالتي في اخر الشوط الاولاني كابتن حمدي نوح كان موجود مع اعتقد محمد سعد كان هو اللي عمل البينالتي جت على ايده في اخر تقريبا الشوط الاولاني ودخل عماد سليمان ضيع بينالتي اغرب ما يكون عماد البينالتي الوحيد اللي في حياته كابتن عماد ما بيضيعش ضربات جزاء ما بيضيعش ابدا ايوه صح انا عارف ربنا مرتب كل حاجه لان بعديها على طول حصل الفجعه الكبيره ان راح مننا اثنين من اخواتنا كابتن محمد حازم اللي ثانويته يوم الجمعه اللي جايه 35 ان شاء الله وكابتن علي اغا الحقيقه اثنين كان صعب ان احنا نلعب النهائي وكان ربنا مرتب ده الاهلي ياخد لثالث سنه الكاس ده ويحتفظ بيه للابد ان هو اللي يلعب النهائي سبحان الله كان هو اللي مرتب طبعا يعني ده يعني لكن بنحمد ربنا طبعا على كل حاجه وارجع تاني اقول لك الثمانينات مش بس الاسماعيلي انت عندك المنصوره الاتحاد الاولمبي طبعا المصري طبعا طبعا فيها برضه كبيره طبعا حقيقي من الاجيال العظيمه جيل الثمانينات كل الانديه رغم قوه النادي الاسماعيلي وقتها لكن ما قدرناش ناخد بطوله جنب الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك كمان كان
الحقيقه عندهم لعيبه برضو يعني جامده جدا. الحقيقه كابتن محسن اللي احنا بنسمعه ده لانه بالفعل كان جيل الثمانينات في كل الانديه، وكانت معظم الانديه اللي كانت موجوده كلها كانت انديه جماهيريه، او معظم الانديه كلها كانت جماهيريه، لانه هو ده اللي احنا عايزينه. الحلقه النهارده يا كابتن محسن بوجود اسطوره كبيره زي كابتن محسن عبد المسيح، اسطوره النادي الاسماعيلي، واحد من اللعيبه اللي لعبوا في الاسماعيلي اوقات طويله جدا جدا وعملوا انجازات كبيره جدا مع النادي الاسماعيلي. فانا بشكرك جدا يا كابتن محسن، ودايما دايما على تواصل، وبنشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الكلام المحترم وهذا الكلام الجميل. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محسن عبد المسيح، يعني كلام محترم جدا الحقيقه. كابتن انا بس هضيف بعد اذنك. لا اتفضل يا كابتن. اتفضل. الحته اللي انت ختمت بيها، سنه 82 يا كابتن، كان كل نادي عمير وحمدي عارفين. 82 تروح المنيا فيها 20 نجمه يا كابتن. فيها ايه؟ 20 نجم. طبعا كابتن محسن. تروح المنصوره فيها 20 نجم، تروح الاتحاد فيها 20 نجم، تروح اي نادي، مفيش بقى شركات بقى، مفيش فاركو ولا الكلام ده زي الوقت. تمام. كان كله انديه جماهيريه. صحيح. تخش يا كابتن الملعب، بص جسمك يتهز من الجماهير. كان المقاولين هو النادي الوحيد اللي يعتبر شركه. احنا بس اللي في الثمانينات كنا الشركه. صحيح. بس انا بقول لحضرتك نروح نلعب في المنيا 20 نجم يا كابتن اسلام بيسكنوا. يعني اللي يجيب بونت في الوقت ده، اسال الكابتن ماهر وحمدي، يجيب بطل. اللي يجيب بونت في الوقت ده من المنيا، من المنصوره، من الاتحاد، من كولومبي، من الكروم، يبقى بطل يا كابتن. فبالتالي كنا نجوم، كانت الفرق كلها نجوم. الحاجه الثانيه يا كابتن والجميله، بنعرف يعني نحاكي بعض في الملعب، يعني بنعرف يا كابتن ماهر يا كابتن اسلام نحكي بعض في الملعب. يعني حمدي يجي يقول لك جمال سالم اول ما نجيب جون انا هجي لك على طول. يا كابتن حمدي جاب جون الاقي جري جري وجالي. وجالك انت ابو الجيم، اقول له خلاص الماتش 1-0. فعلا يجي لي جري يقول لي اوعى يا جمال، اقول له كل الكور الطويله والعاليه خلاص يا بيضيع وقت يعني 1-0. والله العظيم لدرجه يا كابتن يمكن الحاجه الجميله اللي انا حابب اقولها برده، حمدي موجود معايا، احنا بنلعب في الاولمبي وعايزين ناخد بونت في ملعب الاولمبي مع الكابتن عبد الصالح الله يرحمه. الله يرحمه. فالكوره جت في السنتر فاول، انا بحط الكوره واخد وقتي واعمل كروس لحمدي، اعمل كروس العبوده زي ما انا عايز. فلقيت حمدي واقف جنبي، قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له اعمل اوفر. قال لي باصي، رحت مديله الكوره كده، راح عاملها كده برجله الشمال وراح عاملها باليمين يا كابتن. في التسعين في حليمه. قال لي قلت لك قال لي قلت لك العب. وفعلا كنا بنحكي بعض، بنعرف نكلم بعض. يعني بصراحه طبعا. يعني على المتغمض يا كابتن امشي بكره اعملها كده، عارف ناصر هيروح للكوره، اروح اعمل كده اعملها كده. كنت بتقلق يا كابتن ماهر من الجيل ده في المقاولين؟ طبعا. لا بصراحه ماتشات المقاولين والاهلي يا اسلام كانت زي ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي برضه. والاسماعيلي طبعا، والمصري والاتحاد كله زي ما جمال الفرق كلها حاجه. لا حاجه في منتهى الصعوبه بصراحه. يعني الصور اللي انت شفتها دي يا اسلام، شوف بصراحه اكتر من 18 20 لعيب في المقاولين، كلهم مميزين، كلهم نجوم كبيره بصراحه. اجسام ولياقه، وراجل مايكل ده كمان قدر يعمل منهم بصراحه تيم بس ما استحملناش يا ماهر. بس هو احنا الرجل مش متعودين. الراجل استغلهم زي ما حمدي قال، خد كل اللي عايزه في 4 سنين. حمدي مع الاسف يا اسلام ما بيحبش التدريب. فطبعا مايكل كان صعب قوي. انجليزي بقى، انت عارف شغل الانجليزي عايز ايه. الكوبر تيست والاختبارات والمقاييس، وطبعا دي افريقيا. حمدي من النوع اللي هو يا اسلام عايز ايه يعني، عارف انت، يموت في التقسيمات. العديله تقسيمات والحاجات الجميله دي. انا مش بتاع جري بقى وبتاع. طب انت دلوقتي يا كابتن حمدي لو شفت كده تعمل يعني، لو جالك راس حربه بنفس المواصفات اللي الكابتن ماهر بيتكلم فيها على حضرتك، وانت مدير فني كبير وعايز وماسك المقاولين العرب، تبقى هتمرنه ولا مش هتمرنه؟ لا، هي الدنيا اتغيرت. التدريب طبعا مفيد جدا طبعا، لكن في حاجات يا كابتن، في سرعه. السرعه دي في موهبه يعني يا كابتن حمدي، في سرعه بديهه. في سرعه محمود الخطيب. في التوافق.
عنده سرعة توافق، عنده سريع جدا. عارف هو كرة جاية هيعمل ايه. في انا اقل منه شوية، في غيري اقل منه. السقف بتاع سرعة رد الفعل عند محمود الخطيب تحس ان هو بيعمل حاجات، يعني الكرة اللي خطفها من قدام عادل الكل جمال دي، دي بتدل على ان ده لاعب عنده سرعة فكر، قطع سرعة فكر ان هو يلحق صحيح. فهي العملية لا هي موهبة او كل حاجة، ولكن دلوقتي التدريب برضو التدريب مهم، اصبح اللاعبين مصنوعين اكتر تيالي. انت بتقدر تصنع لكن التعود اوكي. نمرة واحد بالنسبة للعيبة الناشئين دي، انت تبدأ تشتغل مع العقلية، مع العقلية بتغير العقلية بتاعتك اوكي. لما اشتغلت مع محمد صلاح والمجموعة دي، لما رجعت انا رحت فرنسا اشوف بيعملوا ايه لفرنسا للناشئين أوكي. رحت مركز كرير فونتين قعدت فترة فيه اشوف بيعملوا ايه للناشئين. اعداد للناشئين شفت زين الدين زيدان، جريز، تيري هنري، شفت صورهم وهم 12 سنه يجيبوهم في المركز وهم 12 سنه اوكي، يمرنون اربع سنين مع المدرب تمام، يديهم كل شيء، يعدوهم اعداد جيد اوكي، بدني وفني وكل كل حاجه مع تغيير العقليه من البدايه تمام. ان دي مصلحته تمام. خلال الثلاث سنين او الاربع سنين دول السماسرة بيتابعوا اللعيبه وياخدوا منهم بقى ياخدوا منهم باريس سان جيرمان اوكسير، فيعدوهم اعداد جيد بالتدريبات اللي هي التخصصيه. ده بالنسبه للناشئين، بالنسبه للناشئين اوكي واخد بال حضرتك. ففعلا بقى الاعداد المشكله بتاعتنا هنا في الاحتراف، ان الاحتراف دخل بدون الاساس، بدون الاساس صحيح. هذا صح، واخد بالك مال غير القاعده تحت صحيح. الشغل على القاعده تحت. بالنسبه عايز اقول لك حاجه اسلام، اتفضل. واحنا في منتخب مصر هقول لك على اسماء حاجه غريبه، تلعب مين ولا مين ولا مين صح؟ اتفضل. حمدي نوح، مسعد نور، علي خليل، حسن شحاته، يا نهار ابيض، محمود الخطيب. بقول لك حاجه خيالية. كان ايه اللي بيحصل بقى بيعمل ايه؟ لاعب مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ فمره هنلعب زامبيا هو جه قال لي بقول لك انت مش هتلعب، انت مش هتلعب. فقلت له ليه؟ قال لي الكابتن فؤاد صدقي، فاكر حمدي سنه كان 82 او 83 هنلعب زامبيا بعد كده هنروح كاس الامم الافريقيه 82 في نيجيريا. فقال لي خد بالك الكابتن فؤاد صدقي بيحب اللعيبه المهاريه وهو شايفك في البول كنترول، انت مش مسيطر قوي. حلو. في التدريبات يعني ماشي. وهو عايز يلعب مصطفى يونس وابراهيم يوسف. ايه ده؟ الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش. لا صعبه دي. فقال لي خد بالك كابتن فؤاد صدقي انت مش هتلعب الماتش بتاع هناك بتاع زامبيا اللي هنا في مصر. قبل ماتش زامبيا كان في نوتنغهام فورست افتكر حمدي، منتخب الاهلي والزمالك. وفعلا عملنا منتخب اهلي وزمالك، كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه هو اللي كان بيدير المباراه دي. وفؤاد صدقي اداله توصيات، اعمل كذا كذا كذا، يلعب ابراهيم ومصطفى، واخد بالك، ولو انت احتجت مير همام ممكن تاخده. بس ابراهيم ومصطفى ازاي دي صعبه قوي. هو بقى كابتن فؤاد صدقي كان بيحب الكوره الشيك اللي هو اللعيب المهاري، يعني اللعيب المهاري. فحمدي جه خبرني قال لي بالك ايه، خد بالك. عملت ايه بقى؟ ولا حاجه. انا كنت طبعا متضايق جدا. المهم نوتنغهام فورست كان كسبنا في استاد القاهره 2-0. طبعا. فكابتن ابو رجاله كان ذكي جدا. كابتن فؤاد صدقي ايه قال له؟ قول لمار همام يلعب الشوط الثاني او يعني يجهز للشوط الثاني. فجالي كابتن ابو رجاله، قلت له لا مش هلعب يا كابتن. فقال لي ليه؟ قلت له لا كابتن خلاص بقى، يعني هو بدا بمصطفى وابراهيم وابدا بيا انا واحد في الاثنين، فيعني اتاثرت وزعلت كده. فقال لي بقول لك يا عبيط، انت هتلعب على فرانسيس متباع ب 750,000 جنيه استرليني، احسن لاعب في اوروبا دلوقتي، فانت النهارده لما تنزل الشوط الثاني تقطع منه واحده
شوف التاني يوم الجرايد هتكتب لك في التاريخ بالظبط كده، هتكتب عنك هيجي لك فلوس كمان سبحان الله. كابتن كابتن اسلام لمنتومن دي في برضه من الذكريات الحلوه الجميله، انا وحمدي كنا في الكونغو مع الكابتن عبد الصالح الوحش منتخب مصر. بالليل النطر نطرت يا كابتن. الايه؟ بالليل الدنيا نطرت. بالليل الملعب غرق بالليل. حلو الكابتن عبد الصالح الوحش الكابتن عبده. فاحنا كنا 7-8 من المقاولين في المنتخب. حلو. فسافرنا مع المنتخب فهنلعب مع الكونغو تاني يوم اما وصلنا يعني وكده وهنلعب. فالملعب مليان ميه والكابتن عبد الصالح جاله خبر ان الملعب مليان كله ميه كله ميه. فراح بعت لحمدي نوح الاول قال له يا حمدي الملعب كله مطره وميه هتقدر تلعب؟ قال له يا كابتن انا اتخلقت ما العبش الا في المطر والمستنقعات. طب حمدي عايز العب عايز العب وجه عليا انا يا كابتن. قال له طب ابعت لي جمال سالم. رحت له قال لي يا جمال الملعب كله ميه وهتشوط الكره هتقف قدامك. قلت له يا كابتن انا هكلمها اقول لها روح ابعد. جمال نزل 10 دقايق في ماتش. لا ده كاميرون او نيجيريا. لا في نيجيريا في نيجيريا انما في الكونغو نزل 10 دقايق. ما لعبتش الماتش ده؟ لا هو بيتكلم على الـ على المقاولين. لا لا منتخب كونغو منتخب كنا 7 من المقاولين. قلت له يا كابتن انا هكلم الكوره. نزل 10 دقايق. لا روح. نزل 10 دقايق وقع 4 مرات. عشان الماتش يخلص يا كابتن. طيب اخيرا عشان الوقت بينتهي وهاخد كلمه من كل واحد من حضراتكم لانه الشباب اللي بيتفرج على حضراتكم انا جاي لي مسجز كتيره جدا جدا يعني بتشكركم على هذه الحلقه. ولو عايزين تقولوا حاجه للجمهور في مصر للفتره القادمه لانه احنا في فتره صعبه جدا يا كابتن. صح يا كابتن. هو انا بالنسبه لي انا بقول حاجه، انا بقول ان عندنا في مصر في القاهره 174 مركز شباب. ايوه. إذا لو حضرتك خدت من كل 4 مراكز شباب لاعب بقى عندك 40 لاعب. بس هيبقى عندك 40 لاعب إيه؟ 100 100 سوبر سوبر. ممكن يكون كلهم بيلعبوا نص ملعب، ممكن يكون كلهم بيلعبوا فراودة، ممكن لا مش مش هي دي أماكن مختلفة. أنت بتنقي النوعية. نوعية اللعيبة زي ما فرنسا بتعمل كده. ينقوا النوعيات الموهبة والمهارة ويحطوهم مع بعض. تمام. وده ناقصه كذا يكمل وده ناقصه. فهو عندنا مواهب. بس المهم نغير فكر اللاعب. صحيح. اعرفه ان ده مستقبله. يعني محمد صلاح قلت له يا ابني بكره باذن الله تعمل بيت لوالدتك. تبني بيت لوالدتك. الكوره هتجيب لك كده. طبعا. هتعمل مستقبلك. بيتواصل معاك يا بيتواصل معايا والله. وبابا لسه مكلمني امبارح والده والله. والله. بيعملوا خير كتير. ناس محترمه جدا. بيعملوا خير كتير جدا. محمد بيعمل خير كتير. ربنا يبارك له ويديله الصحه يا رب. كنت بوصي والده على مدرب كان بيمرن صلاح اسمه فرح عويضه. فرح عويضه. ده من طنطا. ومحمود عويضه. دول كانوا بيمرنوا صلاح وهو عنده 10 سنين. فانا اتصلت بابو صلاح امبارح قلت له النبي تبقى تخلي بالك من كابتن فرح لانه مريض وما بيقدرش يتحرك. لا في الحاجات دي ما اعتقدش ان هم الناس دي كابتن عمرنا ما حد كلمهم في حاجه ولا عمل حاجه الناحيه الثانيه ناحيتهم يعني وما بيبقوش. والنني برضه ولد كويس جدا. والنني محترم جدا 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 يعني. الولاد كويسين جدا. يستحقوا الحقيقه كل التحيه وكل الاحترام ودائما يكون لهم دور. كابتن جمال برضو في اخر الحلقه انا برضو عايز اقول حاجه للجمهور مصر. انا لسه كنت الحمد لله ان انت فتحت الموضوع ده يا كابتن. يعني انا ببلغ رساله مني انا لجمهور مصر العظيم. مش جمهور الاهلي والزمالك والمصري. لا طبعا جمهور مصر كله. لجمهور مصر العظيم اللعيبه الولاد اللي بيلعبوا دلوقتي الولاد اللي طالعه لسه في مبتدأ في مقتبل عمرها. ايوه. محتاجين لكم في المدرج. الجمهور انتوا الشباب اللي في الملعب دلوقتي محتاجين لكم تبقوا فوق المدرج. انا زي ما قلت في اول الحلقه احنا اللي نفعنا جمهور مصر العظيم اللي كان بيملى الاستاد. صحيح. ما بقتش حاجه غريبه علينا يا كابتن اسلام. صحيح. دلوقتي انتوا هتلعبوا
في وسط 20 30 40 الف اللعيبه دي بتبقى شايله هم الناس اللي في المدرج. صحيح. فانتوا اللي هتساندوا الولاد، والولاد دي انتوا تيجوا عشان يسعدوكوا ويمتعوكوا. كابتن ماهر، طبعا انا سعيد النهارده طبعا اني شفت حمدي وجمال وطمنت عليهم، ودي رساله طبعا لكل الناس ان فعلا علاقه النادي الاهلي اسلام بكل الانديه من الناحيه الاداريه من الناحيه الفنيه علاقه حميمه. وكابتن محسن عبد المسيح برضه ادخلوا معانا، تورثناها من رؤساء الانديه السابقه. صحيح. لحد طبعا الكابتن محمود الخطيب واللي بيقدمه لمنظومه النادي الاهلي. عايز اقول اسلام، اتمنى السنه دي يبقى الفير بلاي في كل حاجه. نعم. الروح الرياضيه في الاخلاف، عدم التعصب طبعا، السوشيال ميديا والنقد، والنقد يكون مش هدام، النقد يكون بناء. صحيح. مهم جدا ان احنا نبدا موسم ان شاء الله فير بلاي في كل ما نتخيله اداريا وفنيا وجماهيريا، عشان نرتقي في الاخر يا اسلام. كله بيعود على منتخبنا، اللي احنا كل الشغل الشاغل ده اللي احنا بنعمله عشان منتخبنا ان شاء الله يرجع لمكانته الطبيعيه. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الموسم ده، وهو باين من بدايته، ان هيكون من اقوى المواسم اللي موجوده في الكره المصريه. شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفتوني ونورتوني. شكرا. كابتن حمدي، كابتن جمال، كابتن ماهر، بجد من احلى الحلقات اللي واحد عملها. وبالمناسبه النهارده ما كانتش حلقه، هي كانت رساله لكل جمهور مصر. التعصب اعمى، التعصب اعمى، لا تنظر الا الى فريقك. زي ما حضراتكم شايفين كانوا بيبقوا اصحاب بره الملعب، ولكن جوه الملعب كل واحد نفسه فريقه يكسب. وهذه هي كرة القدم، وهذه هي الرياضة. نتمنى ان الرسالة تكون وصلت للجميع. دائما النادي الاهلي هو البيت الكبير، دائما النادي الاهلي هو اللي بيفتح دراعه لكل الناس. ولكن خلينا ننبذ التعصب خلال الفترة القادمة، لان الفترة القادمة مصر تحتاج الى كل ابنائها. شكرا جزيلا يا كابتن حمدي على وجودك معانا. انا بشكرك مره ثانيه، وفعلا من احلى الحلقات اللي الواحد عملها. شكرا جزيلا يا كابتن. الله يخليك. شكرا جزيلا يا كابتن جمال، اشكرك جدا على تواجدك معانا وعلى هذا الكلام الرائع. يعني بشكرك، وكسبت شفتك ثاني مره. ربنا يخليك يا كابتن. حلو. كابتن ماهر انا بشكرك، شكرا جزيلا طبعا، وكالعاده دايما بنستمتع بوجودك معانا. زمان ما شفتش اسلامك. ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مره ثانيه. هذه لم تكن حلقه ولكنها كانت رساله، اتمنى ان الرساله تكون وصلت. اشوف حضراتكم على خير.